لم يشفع لمقبرة وادي السلام في مدينة النجف القديمة موافقة منظمة اليونسكو إدراجها على قائمة التراث العالمي. قبور وهمية وعمليات تجاوز وفساد تستهدف المقبرة التي تجاوز عمرها 1000 عام. تبدأ قضية التجاوز على مقبرة وادي السلام من قبل مكاتب دفن الموتى التي أقامت قبورا وهمية بهدف بيعها بمبالغ خيالية مع الإقبال على دفن الموتى هناك. هم راح يجون هسه بعد تجي العوائل دول اللي هناك قاعدين تجاوزات ماكو يبدوا يقرون فواتح يم القبور، يعني على انه هذا هاي قبورهم على اساس حقيقي يصير قبر حقيقي على اساس يصير بينما هي قبور وهمية. العمليات التي تنتهك حرمة المقبرة تسارعت بحسب الناشطين بعد قرار السلطات الرسمية توسعة المقبرة ولم تراعي قيمتها التاريخية. هذا طريق نسد، هذا الكشك اللي مسويه حداد قطع بيه شارع، هذا بناها هنا هاي مقبرة هسه بعد اندفنت راحت المقبرة راح تنباع هسه بكذا مليون بالاصل شارع هذا صار كرار. اي شارع تعال شوف عيني هذا كان شارع باعه هنا تعال تعال باعه تعال هذا تبليغ تعال باعه. غير من المفروض بأنه ذني تحت مسمى تخصصت هذه المقبرة شهداء سبايكر، غير من المفروض يندفنون بها شهداء سبايكر. طبعا هذا الشيء كذب وضحك على عقول الناس. شهداء سبايكر كلهم مدفونين وصار لهم سنوات عدة مضت عليهم. تخصصت هذه المقابر ما اندفن بها أي شخص من المسميات اللي سمت إلها، توزعت تحت مهيمن حزبي محافظة النجف الأشراف خلوه متسلط عليهم. انباعت ذني المقابر ما يقارب من 200 إلى 250 مليار، وهذا الشيء معلوم الكل تدري. أمام هذه التجاوزات على مقبرة وادي السلام في النجف أدى البناء غير النظامي واللا شرعي إلى حدوث انهيارات بالتربة تدمرت معها العديد من القبور. صارت هاي قدامك، هاي بعد هاي ورانا احنا واقفين جاي تشوفون هاي جثث، هاي طلعت جثث وقبور. بس الأهالي جوا الظاهر شالوهن، يقولون باللي المتلافين هاي القضية خاصة هم يعني أحكام الدفن بأحكام شرعية لازم حرمة للمسلم، وين يدفن شلون يدفن، ما يصير هالفوضى بالنجف الأشرف. ورغم علم السلطات الرسمية في النجف بهذه التجاوزات، يؤكد أهالي المحافظة أنها ما تزال مستمرة ولم تحاسب الشخصيات الحزبية التي تقف وراءها، حيث تنتهك قيمة الإنسان العراقي حياً وميتاً.